من لندن اختصاصي علم الوبائيات والباحث المشارك في جامعة كينغز كوليدج دكتور عبد الكريم أغزيز. دكتور عبد الكريم، يعني قراءة علمية، أي دور للمضادات الحيوية في أي من المتحور الذي نواجهه الآن أو المتحور الجديد لم بدأ، وكيف يمكن تطوير هذه اللقاحات في حال لم تعمل المضادات الحيوية؟ نعم، أسعد الله صباحكم. يعني كما ذكرتم، هذا المتحور ليس بالجديد، وإنما ظهر منذ العام الماضي في البيرو، ولكن الآن تم تصنيفه، أو الشهر الماضي تم تصنيفه على أنه متحور يثير الاهتمام. وهو للتذكير أقل من تصنيف الأخطر، وهو التصنيف الأخطر هو متحور يثير القلق، ولدينا 4 متحورات تثير القلق، منها آخرها كان متحور دلتا. هذا المتحور المشكلة فيه أنه نعم التشكيلة من 7 طفرات هي غير معتادة، مختلفة عن جميع المتحورات السابقة، ويعتقد أنها أولا تزيد سرعته على الانتشار، وثانيا من الممكن أن تجعله أكثر فتكا، بمعنى عدد وفيات أكبر. وبالنسبة لسؤالكم بالتحديد على الأجسام المضادة أو قدرة اللقاحات على التغلب على هذا الفيروس أو المتحور، الدراستين المتاحتين أمامنا، دراسة من تشيلي ودراسة من جامعة نيويورك، تقول بأنه نعم هناك انخفاض في مستوى الأجسام المضادة، ولكن ما زال هناك مناعة، سواء مناعة خلوية أو مناعة من الأجسام المضادة، وبالتالي اللقاحات ما زالت فعالة ولو كانت بشكل أقل على هذا المتحور، ولكن هي الأمل أنه ستقطع الطريق على هذا المتحور من الانتشار بشكل أكبر في العالم. دكتور عبد الكريم، كل هذه القراءات العلمية والدراسات والأبحاث، وأنت متخصص ومشارك في عدد كبير من الأبحاث في جامعة كينغز كوليدج، نحن فعلا أمام مواجهات مفتوحة لا حدود زمنية لها، تتجه بعض الدول لرفع الإجراءات الصارمة، ولكن نحن نشهد المزيد من الإصابات، وهذا الفيروس عدد كبير من متحورات كورونا قد تستمر ربما لسنوات. نعم، بكل تأكيد يجب أن نكون حذرين. يعني رفع القيود بشكل عشوائي ومفاجئ ودفعة واحدة هو أمر سلبي. يعني للتذكير مثلا، المملكة المتحدة هنا في بريطانيا سترفع الحدود بعد القيود بعد تقريبا أسبوع في 19 الشهر الحالي، ولكن الآن تراجعت عن بعض الأمور، حيث قالت أنه مثلا لبس الكمامات سوف يكون إجباري على هذا القرار فقط عمدة لندن. تماما، وسائل النقل العامة، وهناك بعض التراجع من بعض السياسيين حتى في بريطانيا أنه يجب أن نبقي على بعض الإجراءات، ولكن نعم القرار الرسمي أنه سترفع جميع الإجراءات، وهذا أنا أعتقد هذا أمر خطير، والكثير من العلماء حذر من ذلك، لأنه في ضوء ظهور هذه المتحورات الجديدة رفع جميع القيود سوف يهيئ أو يمهد الطريق لظهور متحورات جديدة. السنة الماضية، لكن هذا فعلا ما يحصل دكتور عبد الكريم، تظهر متحورات جديدة، إذا نحن في مواجهة مفتوحة مع كورونا. للأسف نعم، نحن في مواجهة مفتوحة لم تنتهي وليست على مشارف الانتهاء، حتى نكون واضحين، الأمر قد يستمر عام أو أكثر حتى نصل إلى مستويات مرتفعة جدا من التلقيح، وحتى نضبط ظهور المتحورات الجديدة. ظهور هذه المتحورات وارتفاع عدد الإصابات في الكثير من الدول، وأيضا ارتفاع عدد الوفيات، كلها مؤشرات تقول بأن المعركة ما زالت مفتوحة وليست تشارف على الانتهاء. ولكن الدول التي وصلت إلى مستويات عالية من التلقيح هي بمرحلة مختلفة من هذه المعركة، ولذلك بإمكانها الآن أن تناقش رفع تدريجي وجزئي لبعض الإجراءات، كما تم في بعض الدول مثل أمريكا وبريطانيا وغيرها. بين اللقاحات والمضادات الحيوية وبين العلاجات التقليدية، إلى أين تتجه شركات الأدوية والشركات المصنعة للقاحات في هذه المواجهة لدى أي طارئ أو مفاجئ مع كل هذه المتحورات؟ بالنسبة للقاحات بالتحديد، الاتجاه أولا أنه سيكون هناك جرعة داعمة ثالثة للقاحات، بداية حتى نزيد أمد المناعة، والذي تأكدنا الآن أنها مناعة طويلة الأمد. ثانيا، لمجابهة أي متحورات قد أضعفت من فعالية هذه اللقاحات.
الأمر الآخر التي تسعى إليه شركات الأدوية الآن هو دراسة التسلسلات الجينية للمتحورات الجديدة. إن لزم الأمر سوف يتم تعديل اللقاحات وإصدار نسخ جديدة لتحدي المتحورات التي من الممكن أن تقاوم اللقاحات، ولحسن الحظ لا يوجد من هذه المتحورات لحد هذه اللحظة. أما بالنسبة للعلاجات ومثلا الأجسام المضادة وحيدة النسيلة أو العلاجات المناعية، هذه العلاجات هي أيضا أمل آخر للتعامل مع اختلاطات الكورونا، ويتم تطويره الآن. لدينا على الأقل 4 أو 5 علاجات تم الموافقة عليها من الـ FDA ومن المنظمات العالمية أنها فعالة للتعامل مع المرضى الذين في المشافي. وبالتالي تطوير ترسانة الأسلحة من العلاجات واللقاحات ما زال جاريا، ونتابع التسلسلات الوراثية الجديدة للمتحورات التي من الممكن أن تظهر خلال الأشهر المقبلة. دكتور عبد الكريم أقزيز، المتخصص في علم الوبائيات والباحث أيضا المشارك في جامعة كينغز كوليدج، كنت معنا مباشرة من لندن، شكرا جزيلا لك.